الحاجة المهمة واللي ذكرناها في مقدمتنا وأنه طب التخدير فيه أنواع مختلفة جدا، تختلف بحسب الحالات وبحسب أعتقد الجسم وبحسب أيضا المكان ربما أو طبعا هالحكي دقيق المكان في جدا. الجسم اللي لازم يتخدر. هلا نحن عندنا التخدير صار في له انواع، في الاكثر شيوعا بين الناس هو التخدير العام اللي هو المريض بيفقد فيه الوعي وبينام، هذا بالعمليات الجراحيه الكبيره، هذا تخدير عام بنعطيه مسكن الم، بنعطيه مرخي عضلي، بنعطيه ادويه بتؤدي لغياب الوعي مشان ما يكون المريض صاحي، هذا بنسميه ما تحت ما يسمى التخدير العام. نعم. في عنا شيء تاني بنسميه التخدير الناحي او التخدير الناحي، مثل مثلا التخدير النصفي، عند الناس معروف التخدير النصفي او ابره الظهر، او في منه مثلا اذا عندنا من لليد، او من بتكون منطقه كبيره من الجسم هي بتجري عليها عمل جراحي وما في حاجه للمريض ينام، فنحن بنختار له هذا التخدير. وفي شيء بنسميه موضعي، هذا لشغلات صغيره مثلا عمليات السن، عندنا لا سمح الله ليجن صغيره بدنا نشيلها، هذا بنسميه تخدير موضعي. ونحن احيانا بصير في تداخل، فرضا تخدير نصفي المريض بخاف ما بده يشوف، بنعطيه نوع من التسكين او التهدئه بحيث انه المريض يبقى هادئ وما يحس بالالم او الاجواء العمليات اللي ممكن تسبب له خوف.